وهكذا الشأن في تحريف الكلم عن مواضعه، فهو أمر خطير جدا كما يحصل الآن، حيث يوصف الزنا والعياذ بالله بأنه حب، وتوصف الخمر بأنها مشروب روحي، وتوصف الموسيقى بأنها غذاء الروح، وهكذا بتغيير أشياء كثيرة، فتطلق أسماء على غير مسمياتها. والعكس أيضا قائم عند بعض الناس أو أكثرهم، حين يصفون دين الله تعالى بكونه أساطير الأولين، أو يصفون بذلك كتابه، أو يصفون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالكذب والكهانة والسحر وغير ذلك مما هم منه براء، أو يصف بعضهم المؤمنين الملتزمين بطاعة الله تعالى وبالإيمان الحق، يصفونهم بالتطرف أو الرجعية أو الإرهاب أو الأصولية أو التخلف أو الانحطاط أو غير ذلك من صفات السخرية والاستهزاء. فهذا كله من التسمية، من تسمية الأشياء بغير أسمائها، كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي على أمته عليه الصلاة والسلام قوم يسمون الأسماء بغير اسمها، ويسمون الخمر بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والقيان.